حي من الآخر علنا، نحن الأوات اللبنانية. لم يستغرب البعض مشاهد الاعتداء على مواكب السوريين الذين رفعوا علم بلادهم وصور رئيسهم الحالي بشار الأسد المرشح أيضا لولاية جديدة، وهم قادمون إلى مقر سفارتهم للمشاركة بالانتخابات. بالقانون هذا المشهد هو اعتداء على مواطنين عرب على الأراضي اللبنانية بشكل عنصري، وبالسياسة أيضا يقرأ المشهد، لا سيما بعد تغريدة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. هو أمر مدان ومستنكر ويصدر عن جهات يبدو أنها خسرت كل رهانات السياسية. محاولة خلق عدو وهمي هو المواطنين السوريين أن تشد عصب أنصارها بالوقت اللي كانت لسنوات طويلة هذه القوى تستثمر في المعاناة السورية وتستغل النازحين السوريين. يعني ما بعرف أنه إذا هيدي كلمة سر أو شيء، بس اللي بدي أقوله أنه كان واضح من خلال ما كتبه الدكتور سمير جعجع على تويتر، هو رسم معالم يعني الموقف القواتي، واضح أنه بعض الأنصار وبعض الأحزاب الثانية أيضا استجابوا لهذه المسألة بشكل مستهجن ومستغرب ومدان ومستنكر. يعني حتى إذا أنت بدك تنتقد ذهاب السوريين للاقتراع كموقف سياسي، هذا لا يبرر أن يعتدى عليهم، ولذلك لابد من تحرك الجهات القضائية والدولة اللبنانية والأجهزة حفاظا على السلم الأهلي اللبناني أولا، وحفاظا على العلاقات اللبنانية السورية. السفارة السورية في لبنان أكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، فقانون العقوبات واضح والاعتداء الذي حصل حكمه يصل إلى السجن. نعم، هناك خرق للاتفاقية اللبنانية السورية، المعاهدة الأخوة الموجودة بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، مبدأ المعاملة بالمثل لا يكون هكذا، يجب الاقتصاص من حرض ومن سهل. قانون العقوبات اللبناني يتحدث عن عقوبات تصل عقوبات إلى الاعتقال المؤقت إلى 5 سنوات وإلى جنح المواد التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات. طبيعة هذه المواد، مواد 288 التي تتحدث عن الجرائم الماسة بالقانون الدولي، عندنا مواد 385، 315، 316 و 318، مجموع هذه النصوص القانونية تنطبق جميعها على الذين اعتدوا على المقترعين بالأمس. يجب تقديم شكاوى جزائية مباشرة من المتضررين، ويجب على السفارة السورية تقديم كذلك شكوى مباشرة، وكذلك يمكن لأي مواطن اليوم سواء كان مقترعا سوريا أو مواطن لبنانيا أن يتقدم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بهذا الصدد. في ظل الاعتداء الذي حصل بالأمس، سؤال يطرحه البعض، لو كان المواطنون السوريون المقيمون على الأراضي اللبنانية رفعوا صورا للمرشحين السوريين الآخرين محمود مرعي أو عبد الله سلوم عبد الله، هل كانوا تعرضوا للاعتداء؟ على كل الأحوال، السفارة السورية في لبنان اعتبرت أن نسبة المشاركة الكثيفة في الاقتراع دليل على نجاحها بقدرتها على إجراء الانتخابات وتعزيز موقفها السياسي في وجه من يحاول الضغط على الحكومة السورية بملف النزوح.